الله الله والحمد لله يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما زلنا مع الحركه وانتقلنا الى الحركه في الكيف يقول وفي الكيف للاستحاله المحسوسه وتقع الحركة في الكيف للإستحالة المحسوسة نرى الماء يعود بخارا والبخار يعود ماء واللون الأسود يعود بياضا والبياض يعود أسود وهكذا نعم مع الجزم ببطلان الكمون يعني يقول صاحب الكمون أن الماء يصير بخارا ويتبخر يعني يصير حارا ثم يتبخر تتفكك أجزاؤه ويتلاشى ويصير بخارا لأن في داخله في كمونه في بطونه أجزاء حارة بمجرد أن تجد ما يسانخها من تأثير خارجي تبرز للوجود فتحدث الحركة أو الورود ورود أجزاء حارة من الخارج محقق الطنسي يقول مع الجزم يعني مع القاطع ببطلان الكمول والورود يعني ورود أجزاء حارة على الماء من الخارج لتكذيب الحس لهما لكن الحمد لله لأن هذه أمور تجريبية والتجربة والأحكام الكلية الأحكام العقلية الكلية هي الملك ليس فقط ناتي من قبليات عقلية وبالتحليل والتركيب نصل الى الواقعيه لا ابدا تجربة تساعد كثيرا نعم الان اكتشفوا ان الماء لا عنده اجزاء في الكمون ولا ترد عليه اجزاء من من الخارج طبيعه الماء لانها ماديه اذا كان عامل خارجي كالنار او اي شيء يحرك ذراته الداخليه هذه الحركه الحركه اذا تحركت الذرات تشع وتعطي إشاعة فتحدث الحرارة إذا الحرارة تحركت أجزاء لا هي كانت حارة بالكمون ولا جاءت من الخارج هي بعد تأثير حراري خارجي ف هذه الأجزاء تتحرك مثلا أنت إذا عملت احتكاك بين يديك فهذه الذرات في اليد تتحرك فتشع إذا جاءت الإشاعة تأتي الحرارة أقول لما فرغ من البحث عن الحركة في الكم شرع في الحركة في الكيف أعني الإستحالة يعني تحول من حالة إلى حالة هذه الإستحالة واستدل على ذلك بالحس يعني بالشهود الحس لا يمكن التدليل به التدليل دائما بالعقل لكن العقل بما انه حاضر في دائره الحس ينسب الاستدلال الحس مجازا والا الشهود اصلا الشهود ليس استدلالا مسامحه الشهود يعني معاينه تعاين الواقع واستدل على ذلك بالحس يعني ليس استدلال معاينه فانه يعني الحس او العقل في دائره الحس يقتضي بسيروره الماء البارد حارا على التدريج بالتدرج وبالعكس كذلك الماء الحار يبرد بالتدرج وكذا في الألوان يعني أنت من اللون الأبيض العمامة تصير صفراء وهكذا وكذا تسود وغيرها من المصادق من الكيفيات المحسوسة نعم إذا معنى دليل معاينة وإذا كنا في المعاينة لا معنى للدليل واعلم أن الآراء لم تتفق على هذا. يعني في اختلاف فإن جماعة من القدماء أنكروا الاستحالة وافترقوا في الاعتذار على الحرارة المحسوسة في الماء إلى قسمين، يعني هم لم يرفضوا المعاينة أذعنوا بالمعاينة، لماذا؟ يعني لأن يعني شهود شهود عقلي في دائرة الحس المقاربة فقط تختلف أحدهما ذهب إلى أن في الماء أجزاء نارية كامنة هذه الكمون فيه فإذا ورد عليه نار من خارج يعني علة معدة برزت تلك الأجزاء وظهرت للحس هذا مبنى الكمون والثاني ذهب إلى أن الأجزاء النارية تلد عليه من خارج ورود وتداخله فيحس منه بالحرارة فيحس منه بالحرارة والقولان باطنان فإن الحس يكذبهما يعني الشهود العقلي يكذب هذان هذين الأمرين أما الأول فإن أن الأجزاء كامنة يجب الإحساس بها عند مداخلة اليد لأجزاء لجميع أجزاء الماء وتفرقها قبل ورود الحراره عليه ولما لم يكن كذلك دل على بطن الكمون يعني انت اذا ادخلت يدك في الماء اذا كانت هذه الاجزاء موجوده في الكمون فتفرق أوصال اليد لان حاره طبيعه الحراره تقطع الاوصال نعم واليد تشعر بها في جميع الماء نعم وهذا دليل على بطلان بطلان الكمون ولما لم يكن كذلك دل على بطان الكمون يعني بطلان الكمون بتجربة تجربة معاينة وأما الثاني الورود فلأننا نشاهد جبلا من كبريت تقرب منه نار صغيرة فيحترق مع أننا نعلم أنه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الأجزاء النارية لا يلاقي الجبل ويغلب عليه حسنا نعم هذه كذلك مشاهدة فأبطل الدعوتين بالمشاهدة جدا إذا لا شك أن في حركة في الكيف نشاهدها ونعاينها نعم نطفة صغيرة تصير علقة مضغة جنين حجمه كبير ثم إنسان أرضي حجمه أكثر قال في الأين والوضع ظاهرة حركة في الأين انتقال سيارة من النجف إلى كربلاء في الوضع حركة الأرض حول الشمس وهكذا أقول وقوع الحركة في هاتين المقولتين عن الأين والوضع ظاهر شهود لكن الشيخ ادعى أنه الذي استخرج وقوع الحركة في الوضع نعم وقد وجد في كلام أبي نصر الفرابي وقوعها فيه يعني سبقه الفرابي سبقه الفارابي نعم العالم الدين او الطالب يطالع يطالع كثيرا فهذه المطالعه تعطيه خلفيات في ذاكرته ثم مع الزمن ينساها ثم يسترجعها مع النسيان ويقول انا ابتكرت هذه المساله نعم كما يقال عن الشيخ الانصاري ادعى انه ابتكر مساله وهي موجوده عند العلام الحلي لما طالع عهد الإعلام الحلي رسخت في ذاكرتي ثم مع الزمن نسيها ثم استرجعها وقال أنا ادعيتها وهي للعلم الحلي رحمة الله عليه إذا الفرابي سبق ابن سينا في الإيمان بالحركة في الوضع وأعلم أن الحركة في الوضع وإن استلزمت حركة الأجزاء في الأين لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الجميع في الوضع أصلاً سيد في نهاية الحكمة ينفي الحركة في الأين كل حركة في الوضع لماذا؟ لأن الكوب الكون مقعر أو محدب أحسن نقول محدب يعني أنت الآن من النجف إلى كربلاء ترى حركة مستقيمة يعني في الأين وإلا هذا إذا جئت إلى الفيزيائي يقول هي مقوسة إلا أن هذا القوس لا يلاحظ بالحس العرفي فيعتبرها ماذا حركه في العين يعني هالمساله حركه في الوضع الأين تختفي تصير حركه في الوضع نعم واعلم ان الحركه في الوضع وإن استلزمت حركه الاجزاء في الأين وانا اقول تبع للسيد العلماء ان الحركه في العين ما موجوده لأنها يعني كلها وضع لكن ذلك باعتبار اخر مغاير لاعتبار الحركه حركه الجميع في الوضع الحركه في الوضع غير حركه العين حركتين الأين تستدعي الاستقامه حركة الوضع تستدعي التحدب أو التقاعر قال وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل يعني الحركات في المقولة قد تتحد باعتبار باعتبار المحل يعني الموضوع والقابل نعم أقول حركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة واحدة بالعدد يعني تجتمع تتحد كثيرة يعني متنوعة لا تجتمع أما الواحدة في الحركة المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها وقد بينا تعلق الحركة بأمور ستة والمقتضى لوحدتها إنما هو ثلاثة منها لا غير الأول وحدة الموضوع وهو أمر ضروري في وحدة كل عرض لاستحالة قيام العرض من محله نعم يعني الجوهر واحد يعني موضوع الحركة وإليه أشار بقوله والمحل يعني وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار و والمحل هذا هو الموضوع والقابل قابل يعني الجسم الثاني وحدة الزمن وهو كذلك أيضا لاستحالة إعادة المعدوم بعينه وإليه أشار بقوله المقدار يعني مع الحركة من النجف إلى كربلاء لا تقول تحركتها في ساعة وفي ربعين دقيقة في نفس الحركة غير معقول هذا غير معقول نعم زمن واحد ثالث وحده المقوله التي فيها الحركه فان الجسم الواحد قد يتحرك في الزمن الواحد حركتي كيف واين واليه اشار بقلي والقابل نعم قد يتحد نعم ويحتمل ان يكون القابل هو الموضوع والمحل هو المقوله نعم القابل الموضوع للجسم والمحل هو المقوله ووحده المحرك غير شرط في ان المتحرك بقوه بقوه ما ما مسافه اذا تحرك باخرى قبل انقطاع فعل الأولى اتحدت الحركة نعم واضحة جدا وإذا اتحدت الأشياء الثلاثة اتحد منه وما إليه يعني اتحدت الحركات في في الموضوع والمحل والفاعل اتحدت ما منه وما إليه يعني المبدأ والمنتهى والمن لكن كل واحد منها غير كافي فإن المتحرك من مبدأ واحد قد ينتهي إلى شيئين والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرك من مبدأين نعم يعني عندك أنت إيه السيارة تنتقل من بغداد والسيارة تنتقل من النجف إلى كربلاء المنتهى واحد لكن المبدأ يختلف نعم هذه أمور تحتاج إلى مشاهدة بالدليل العقلي لوحده لا تكفينا نعم. نعم قال واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه يقتضي الاختلاف قال إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة أعلي ما منه يعني المبدأ وأمليه إليه المنتهى وما فيه يعني المقولة اختلفت الحركة بالنوع يعني إما أن تكون حركة في الكيف أو حركة في الأين نعم أو حركة في الوضع فإن الحركة في الكيف تغير الحركة في الأين وهذا ظاهر نعم ما دخل الحركة في الحجم يعني عندك نطفة صارت جنينا هذا الجنين انتفخ زاد حجمه نعم هنا ل... ليست حركة أينية يعني ولم يتحرك من مكان إلى مكان ما زال في بطن أمه وأيضا الصاعدة ضد الهابطة نعم حركة الصاعدة تضاد الهابطة وأراد بالمتقابلين ما منه وما من إليه والمنسوب إليه ما فيه ولا يشترط اختلاف الموضوع اختلاف الموضوعين يعني الجسم فإن الحجر والنار قد يتحركان حركة واحدة بالنوع نعم حركة بالنوع يعني مثلا الاستقامة ولا الفعل لأن الطبيعة والقصرية قد تصدر عنهما حركة واحدة به نعم طبيعة إذا رميتها أنت إلى السماء تكون قصرية والطبيعة موجودة يعني الموضوع واحد نعم ولا الزمان لعدم اختلافه الزمان ثابت نعم ما عندك أنت حركه عندها زمنا ابدا وفي هذه المباحث ناظر ذكرنا في كتاب الاسرار ما الحلم من دي يريد يعمق هذه المسائل لان البحث ليس في الحركه البحث في مقوله الاين والوضع فقط يريد يبين ان هذه المقوله في الاين والوضع فيها حركه اذا اردت الحركه بروح الى بحث الحركه الان الجزء الثالث اللي الان شرحه شيخ جوادي أمولي لا أدري في خمس أجزاء أو أكثر أو أقل هناك أشبع الحركة بالمعنى القديم وبالمعنى الصدرائي هذه الأمور تبحث في محلها بعمق على مبنيها أصولها قال وتضاد الأولين التضاد يعني الصاعدة والهابطة أقول من الحركات ما هو متضاد وهي الداخلة تحت جنس أخير كالصاعدة والهابطة فعلة تضادهما ليس تضاد المتحرك لإمكان صعود الحجر والنار يعني الحجر صاعد وحجر هابط صعود وهبوط ليس الملاك في التضاد هو الجسم يعني الحجر لأنه يعني قد يصعد وقد يهبط الجسم لا بشرط من الصعود والهبوط ولا تضاد المحرك لصدور الصعود من الطبع والقصر نعم يعني المتحرك يعني الطبيعة المتحركة قد تكون الطبيعة في حالة القصر صاعدة في حالة غير القصر نازلة. ولا الزمان لعدم تضاد الزمان لا معنى للتضاد يعني أنت الصاعدة مثلا في ثواني خمس ثواني والنازلة في الهابطة يعني في خمس ثواني الزمان قد يكون واحدا ولا ما فيه الاتحاد الاتحاد ما فيه ولا ما فيه الاتحاد المسافة فيهما يعني الهابطة تقطع عشر أمتار والصاعدة عشر أمتار فلم يبق إلا ما من هو وما إليه يعني التضاد بالمبدأ والمنتهى الصاعدة مبدأها هو منتهى النازلة الهابطة ومنتهى هو مبدأ الهابطة هذا واضح جدا فلم يبقى إلا ما منه يعني المبدأ وما إليه المنتهى وإليه أشار بقوله وتضاد الأولين التضاد أي والتضاد الأولين يقتل التضاد وأعني بالأولين ما منه يعني المبدأ والمنتهى ولا يمكن التضاد بالاستقامة والاستدارة لأنهما غير متضادين الحركة الاستقامية يعني من النجف وإلى كربلاء والحركة الاستدارية مثلا الإنسان يدور على ضريح المولى طمعا في الثواب ما عنده علاقة بهذا بهذا ذاك نوع ذاك نوع لا تضاد بينهما لماذا؟ لأن الموضوع ليس واحدا أمور جميلة إلا أنها ليس في موضعها تحتاج إلى دراسة مفصلة في باب الحركة وأنا تعجبت لما طلب مني المسؤول في هذه المؤسسة الجميلة أن أدرس الكتاب من بدايته في قوم يدرسون فقط الإلهيات لماذا ما هو السبب لأن هذه الأمور انطبخت وتعمقت وكثير منها بطل وكثير منها جديد طرأ الجديد عليها فلا معنى أن تبقى في القديم لا معنى أن تبقى في القديم الذي يدرس الحلقة الثالثة مع من يدرس الكفاية فرق كبير من حيث الإحاطة بالمباني وهذه من حيث جمال العبارة والعمق والتحليل والتركيب الذي يتميز به السيد الصدر رحمة الله عليه، فرق كبير، نعم. قال: ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام. نعم. الحركة تنقسم باعتبار الزمان، باعتبار المسافة، باعتبار اعتبارات متعددة قسمة تصورية نعم أقول حركة تنقسم من قسم الزمن فإن الحركة في نصف الزمن نصف الحركة في جميع جميع مع التساوي في السرعة والبطء نعم عندك أنت من النجف إلى كربلاء تتحرك بالسيارة عندك نصف الزمن لنفرض مثلاً من النجف إلى إلى كربلاء ساعة فأنت تقطع ربع المسافة في نصف ساعة للإزدحام ممكن ممكن نصف الزمان يعني ثلاثين دقيقة تقترب من كربلاء ثم يأتي الإزدحام ما عنده علاقة بالسرعة والبطء وبانقسام المتحرك فإنها عار بانقسام المتحرك يعني طبيعة المتحركة فإنها عرض حال فيه يعني الحركة حالة في الطبيعة والحال في المنقسم يكون لا شك من وبانقسام ما فيه عن المسافة المسافة يعني هذه المسافة بين النجف وكربلاء فإن الحركة إلى منتصفها منتصفها نصف الحركة إلى منتهى ولا مدخل للمتقابلين يعني المبدا والمنتهى وما اليه يعني من منه وما اليه في الانقسام ولا الفاعل فعل الحركه وذلك كله ظاهر هذه امور تحليليه للحركه والامور التحليلية في الاعم الاغلب تكون شهوديه تكون واضحه كما قال وذلك كله ظاهر اذا كنت في التحليل هناك الملاك لماذا؟ الملاك للشهود اذا كنت في التركيب هناك الملاك للاستدلال إن التركيب ماذا؟ زيادة معلومة تضخم في المعلومة تراكم المعلومة هناك الملاك الاستدلال إذا كنت في التحليل هناك لا تزيد المعلومة تدخل في قعر المعلومة وتبحث عن مكوناتها ومبادئها هناك الشهود هو الملاك خذها قاعدة هذه في دائرة التحليل الملاك هو الشهود فتكون المسائل واضحة لأن كشف المكشوف بسط المكشوف في التركيب تزيد المعلومه هناك تحتاج الى مبدا السبب الكافي بحث عن الميلاك واذا تحرك مبدا السبب الكافي يعني انت في الاستدلال نعم قال وتعرض له كيفيه تشتد فتكون الحركه سريعه وتضعف فتكون بطيئه ولا تختلف بها الماهيه نعم الحركه هي الحركه لكن تشتد اذا امتنع المانع وتضعف اذا جاء المانع في الطريق نعم حركة يتحرك من النجف سريعا إلى خان النص يتوقف شوية شوية لماذا الازدحام لماذا الفهمانة واضحة جدا أقول تعرض للحركة كيفية واحدة تشتد طارة وتضعف أخرى شدة وضعف ولهذا الحركة تشكيكية فتكون الحركة باعتبار شدتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة وتلك الكيفية هي السرعة والبوط نعم ولا تختلف مية الحركة بهاتين الكيفيتين لوجهين الأول أن هذه الكيفية واحدة وإنما تختلف بالقياس إلى غيرها يعني مفهوم قياسي التشكيك هو هذا التشكيك فلسفته ما هو حقيقة واحدة تشتد هي الحقيقة هذه الحقيقة تبقى في سياق الاشتداد لا لا تختفي نعم صدر المتالي يقول حركة في الجوهر لأنه أثبت أن الموضوع يبقى وهو الوجود أما ما هي الجوهرية إذا تحركت اختفت جوهريتها فمستحيل أن تكون حركة في الجوهر بالذوق المهوي أما إذا قلنا الوجود لا الوجود يشتد لأن حقيقة واحدة إذا الهوية لا تختلف نعم ولا تختلف ماهية الحركة بهاتين الكيفيتين يعني الشدة والبطء لوجهين السببين أول أن هذه الكيفية واحدة نعم شدة وضعف وإنما تختلف بالقياس إلى غيرها فما هو سريع بالنسبة إلى شيء قد يكون بطيء بالنسبة إلى غيره نعم قياسية نسبية الثاني أن نقسم الجنس الواحد من الحركة إلى الصاعد والهابط مثلا ونقسمه أيضا إلى السريع والبطيء وهاتان القسمتان ليستا مترتبتين حتى يكون عروض إحداهما للجنس بواسطة الأخرى بل يعرضان أولا لذلك الجنس يعني للحركة وقد تبين أن الجنس واحد الحركة واحدة لا يعرض له فصلان من غير ترتيب الفصل أحدهما خاص يعني الجنس إذا جاءه فصل يشكل نوعا ما وهي الحركة السرعة والبطء وإذا جاء فصل آخر يتشكل الصعود والهبوط نعم إذا الحركة ثابتة في هويتها أنها تشتد من المشتد تقول الحركة مشتدة سرعه الحركة بطيئة، فهو البط. إذا السرعة هي نفس الحركة بنحو، هذا نحو الاشتداد البط ما هو نفس الحركة، نعم. إذا كان هناك منع يعني ضعف في السرعة. قال وسبب البط، أقول أن سبب السرعة ما هو رفع الموانع. سبب البط وجود الموانع واضحة جدا. قال وسبب البط الممانعة الخارجية. أو الداخلية. نعم، الداخلية يعني الجسم في حد ذاته ثقيل. نعم ثقيل. فصعب أن يتحرك في داخله فيه ممانعة. نعم. يقولون كيف نميز البيضة المسلوقة من غير المسلوقة؟ دورها دورها سريعا. إذا كانت مسلوقة في الماء تدور سريعا. لماذا لأن المانع ما فيه اذا لم تكن مسلوقه هذا السائل الداخلي ثقيل كثيرا ثقيل وغير متماسك كالبيضه المسلوقه فيكون مانعا داخليا فالدوره سريعاً تقف نعم هذا هو السبب سبب المانع وعدم المانع نعم وسبب البطء الممانعه الخارجيه او الداخليه لا لا تخل السكنات والا لما احس بما تصف بالمقابل هذا خلوه ان شاء الله إلي الحصة القادمه لان التطبيق للعلامه الحالي طويل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد